تعتبر ثمرة اليوسفي إحدى الثمار الغنية بالفيتامينات، وتحتوي على العديد من المعادن مثل الحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم والفوسفور والكالسيوم، إضافة إلى مجموعة مميزة من مضادات الأكسدة القوية. يعد اليوسفي من الحمضيات اللذيذة والمفيدة ومتعددة الاستعمالات، كما أنها تشابه البرتقال إلى حد كبير، إلى أنها أصغر حجماً وبقشرة أرق. اليوسفي من الفواكه الشتوية المعالجة لنزلات البرد والإنفلونزا، ولكن هذه ليست الفائدة الوحيدة له، فإنه غني بالعديد من المكونات الغذائية التي تمنح الجسم والبشرة فوائد عديدة، بداية من ترطيب الجسم وإمداده بالمغذيات الطبيعية التي يحتاجها، مروراً بالوقاية من العديد من الأمراض المزمنة، ووصولاً بالحفاظ على جمال وصحة الشعر. عزيزي المشاهد، يجب تناول فاكهة اليوسفي باعتدال، لأن الإفراط في تناولها يمكن أن يؤدي إلى أمراض مزمنة وحساسية، وذلك على احتوائها على نسبة عالية من الألياف الغذائية.